طبعا سمر فقرتنا الأولى رح تكون كتير مميزة من عالم الطب، رح نتعرف فيها على كتير من الأمراض يلي بيسببها وجع الأسنان، وللأسف كتير من الأشخاص أوقات بيهملوا أسنانهم من وقت لآخر وما بيعرفوا أنه يمكن الأسنان مرتبط بعديد عدد كتير كبير من الأمراض يمكن ما بتخطر على بالنا سمر أنه نعرف أنه هذا المرض سببه وجع الأسنان. رح نتعرف بالتفصيل عن هي الأمور وشو هي الأمراض فعلا يلي هي مرتبطة بالأسنان، كيف نقدر نحافظ على صحة أسناننا بشكل عام ونكون حذرين من أي طارئ ممكن يحصلنا. رح نجاوب على كل هذه الأسئلة مع الدكتور إبراهيم الأكزم. يسعد صباحك، كل عام وأنت بخير دكتور. صباح الخير وأنت بألف خير، إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي لأي حد صحة الأسنان بتأثر على صحة الجسم بشكل عام. هلا نحن فينا نعمم أكثر ونحكي الحفرة الفموية. تمام. تأثير الحفرة الفموية على الجسم بشكل عام، يعني بالنهاية الفم بيأثر على كل الأعضاء وكل الأعضاء حتأثر على الفم، يعني الفم هو مدخل كل ده والفم هو مرآة الصحة بصورة عامة. في كتير أمراض بتبدأ وبتتحرض من أمراض فموية يلي نحن حناخد الشق اللي له علاقة بالأسنان واللثة، وفي كتير أمراض كمان بتظهر مضاعفاتها أو بتتشخص عن طريق الحفرة الفموية، مثل على سبيل المثال التهابات اللثة. التهابات اللثة متعددة، يعني فينا نحن التغير الهرموني اللي بيصير بالجسم بيأثر على اللثة. السكري بيعطيني مثلا هشاشة بالأوعية الدموية، بيعطيني لثة نازفة بشكل مستمر، رائحة فم خلونية يعني تشبه الأسيتون تبع الأظافر، جفاف بالفم، قلة إفراز اللعاب، وكلياته هذا بيأثر بوحدة متكاملة بجسم كلياته. تمام دكتور، نحن فينا نربط انه ممكن اي تغير بشكل الاسنان او بشكل اللثة او حتى من ناحية الالم، الشعور بالالم، انه ممكن يكون هو مرض بالجسم او حتى ممكن يكون مرض الاسنان كمان مؤشر على كثير من الامراض. خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، يعني كثير من الاشخاص كمان بيجهلوا هذا الشيء. تمام. هلا الامراض اللي بتصير بالجسم لها كثير امراض لها تداعيات فمويه. تمام. يعني فينا نحكي مثل مرض نقص المناعه المكتسب الايدز، بتشخص باول طرقه غير الطريق الدموي عن طريق الفم، يعني بتصير في عندنا بقع بيضاء اطراف اللسان اللي هي اللطاخه، جفاف بالفم، بيطلع عندنا الهربس على احواف الشفه، امراض السكري كمان تعمل جفاف بالفم، لثه نازفه، تسممات الدمويه مثل تسمم الزئبقي بغير بلون الاسنان، تسمم الفلورايد بيعطيني مثلا سن فيه بقع بني وبقع بيضه طبشوريه. وعندنا شغلات بتطلع ضمن اللثه مثل ما حكينا قبل شوي، الانتقالات السرطانيه مثلا بتوصل للفك، بتوصل للثه. بالنهايه اي مريض بس ممكن يكون السن هو سبب مثلا لانتانات سرطانيه او شيء، هو ممكن يكون مؤشر انه وجوده بالجسم كله. تماما تماما، بيكون مؤشر لوجود سرطان بالجسم كله، وبيكون انتقال من الانتقالات. في كثير امراض مثل ما حكينا نحن بتطلع بالحفره الفمويه. بدنا نحكي هلا الطريقه العكسيه، يعني الامراض الفمويه شو بتاثر على المريض. تمام. في دراسات حديثه قالت لنا انه التهابات اللثه والجراثيم العايشه باللثه اذا تفاقمت ودخلت بالدوره الدمويه بتعمل جلطات. بتوصل لجلطات دماغيه، لجلطات قلبيه، انسداد بالاوعيه والشرايين، ارتفاع بالضغط الشرياني. يعني فينا نحكي نحن انه عم نحكي عن وحده متكامله بتأثر بالجسم والجسم بيأثر فيها. تمام. معلومات كثير مفيدة دكتور. خلينا نحكي على ضرس العقل، كمان بيقولوا بيأثر على ارتفاع ضغط الدم وبيأثر على كمان على دقات القلب، يعني ممكن يزيدهم أو يقللهم، ما بعرف شو صحة هاي المعلومات اليوم برأيك؟ هلا ضرس العقل هو هاجس العالم كلياته. تمام. هلا ضرس العقل هو آخر سن بالتم. نحن الأعصاب اللي بتعطي الفك العلوي والفك السفلي والعين هو العصب مثلث التوائم. هو عبارة عن عصب بيوصل لورا الأذن، بيتفرع لثلاث فروع عند عقدة اسمها عقدة جاسر، بتطلع باتجاه العين، باتجاه الفك العلوي، باتجاه الفك السفلي. هلا وجود أي التهاب أو انطمار بضرس العقل حيعمل لي ألم بالطريق الراجع، يعني في كثير عالم بتقول لك مثلا عم حس بنبض براسي، ألم بالعين، ألم بالصدغ. بالأذن دكتور أوقات كثير. تنميل بالشفة. هون
بيكون الحل هو الحل الجراحي يعني، يعني ما عندي انا اي شيء عن طريق المسكنات او دواء الالتهاب خفف الحاله، انا بس خفف الحاله بالبيت وعم طول الفتره الزمنيه تبع المرض اذا هو عم بيتفاقم. غير هيك انتقالات يعني عم توصل للعقد اللمفيه، يعني بيجيني مريض انا بيقول لي دكتور ملتهب ضرس العقل واخذت مسكنات اسبوع واخذت مضامد واخذت دواء التهاب، عم بحس صعوبه بالبلع، في عندي انتقالات على العقد اللمفيه. العقد اللمفيه اللي هي تحت الفك، والعقد اللمفيه مرتبطه بالجسم كلياته، يعني بالدماغ، بالقلب، بالاجرين، العقد تحت الابط، انا عم شيل انتان من مكان معين وانقله لكل الجسم. تمام. بيرافقه كمان ارتفاع ضغط توتري، يعني اللي هو الخوف. ما في حدا بيروح على دكتور اسنان باجره اذا كان منتهي على اخي. تماما، كثره التفكير، النفسيه التعبانه، واسم العمل الجراحي تماما كمان. بسمع كلمه شق وخياطه وتفريغ عظم وعمل جراحي، هذا بيعمل ارتفاع توتر، ارتفاع ضغط توتري. نعم. يعني بينتج عن شيء له علاقه بنفسيا فينا نسميه. وعداكي عن في كثير مرضى مثلا انا بيراجعوني بالعياده مثلا سوء شكل الاسنان او سوء ارتصافها او سوء الشكل تبعها بتسبب شيء نفسي للمريض، يعني بتلاقي حتى يقدر يضحك بحط ايده على تماما. يعني انا في عالم مثلا راجعتني بالعياده كان عندها هالعاده واخذوا ضحكه بتجنن، ضلت هي العاده مثلا يحط ايده على تمه بس يضحك يا اخي والله تغيرنا صارت الضحكه حلوه. ايه في يعني جسم وحده متكامله. اكيد جسم وحده متكامله. اكيد دكتور، حكينا عن اغلب الامراض اللي بترافق مشاكل الاسنان والامراض اللي بتتعرض لها، لكن انه نعرف انه الاسنان بتاثر كمان على الجهاز الهضمي، ممكن اوقات كثير وجع الاسنان بسبب امساك، لكن هي شيء انا تفاجأت فيه لما عرفت انه هذا الشيء صحيح. ما مدى صحة هذا الشيء وكيف فينا نعرف هي المؤشرات البسيطة يلي بتحمينا من الخلل الكبير؟ تمام. هلا اول عملية هضم بالجسم بتصير عن طريق الفم. تمام. يلي هي المضغ والانزيمات الهاضمة الموجودة باللعاب. انا اي خلل بوحدة من هدول التنتين حيعمل لي خلل بالمعدة او بالامعاء او بعملية الهضم. يعني انا اخذت الاكل، تجاوزت عملية الهضم الأولى ونزلته دغري على المعدة عملية الهضم الثانية. مثلا في ناس ما عنده أسنان، ما عنده سن أو عنده فقد بالأسنان الخلفية بالطرفين. تمام. طيب هذا عنده قطع بس ما عنده طحن مضغ. ما عنده مضغ. أنا بده يكون في عندي قطع، عندي مضغ، عندي اختلاط الطعام مع اللعاب اللي فيه الأنزيمات الهاضمة. يعني أول عملية هضم بتتم داخل الحفرة الفموية. تمام. لحتى الأكل ينزل وتجي أنزيمات المعدة الهاضمة له. أكيد دكتور، خلينا نتعرف أكثر على الأمراض التي تصيب الأسنان وبتأثر على صحة الجسم. حكينا بحلقات قديمة نحن. تمام. ونبهنا كثير من الخراجات، قلنا أنه الخراج هو القنبلة الموقوتة بجسم الإنسان. الخراج يعني بيجي مريض بيقول لي مثلا دكتور بصوره أشعة، بقول له عندك خراج، طب دكتور أنا مالي موجوع. تمام. الخراج بيخوف أنه هو حالة مزمنة نايمة، يعني بيجوز يوصل قطر الخراج لواحد سنتي يجمع قيح يكون قريب من معلم تشريحي خطير مثل الجيب الفكي، العين، الثقبة العصبي اللي تحت العين، العقد اللمفية اللي عند الرقبة. هون نحن بدنا نعمل يعني نوقف ونبلش علاج. العلاج بتم بمعالجة الأقنية وتنظيفها وتعقيمها أو العلاج الجراحي لاستئصال الخراج أو الكيسة، وبآخر الأمور بالحالات المعندة بنلجأ للقلع. تمام. كمان دكتور، كثير من الاشخاص اوقات بيكون في مؤشرات صغيره، مثل شخص مثل ما بيقولوا كانت صفه اسنانه كثير حلوه، فجاه عم يصير في تباعد يمكن بين الاسنان، هل ممكن تكون مؤشر على مرض ثاني؟ شو هي المؤشرات اللي ممكن ينتبه لها الشخص نفسه حتى لو ما كان عنده زياره دائمه؟ وهذا الشيء الغلط اللي نحن بنركز عليه دائما، نحن ممكن من خلال المرايه، من خلال انه هو بيعرف شكل اسنانه، لونه، صفتها، الاهل بيشعر بالم او لا، خبرنا اكثر عن الموضوع. هلا سؤالك حلو، ارتصاف الاسنان له علاقه بالتنفس من الحفره الفمويه. تمام. يعني اي مريض بتنفس من تمه بفيق الصبح منشف حلقه، هذا بيؤدي لتراكب بالاسنان الاماميه. هون بيكون عندي انا مشكله لازم يفكر فيها طبيب الاسنان، هي التنفس الانفي. يعني اما انحراف وتيره او بيكون عندي ناميات هي اللي خلت المريض يسكر انفه ويتنفس من تمه. تمام. هي كمان لها تاثيرات، مثل ما حكينا عن جفاف الفم بيعمل التهابات لثويه، بيعمل تراجع باللثه، لازم المشكله تنحل السبب تبعها. تمام.
مو النتيجة، يعني مريض عنده تراكب بالأسنان أنا ما بجي بركب له تقويم قبل ما أحل مشكلة التنفس الأنفي تبعه. كمان هي تراكب الأسنان ظاهرة من ظواهر التنفس الفموي، إذا كان السبب هو التنفس الفموي بتكون مرتبطة بالتنفس عن طريق الفم وإلغاء التنفس الأنفي، أغلبيتها بتكون ناميات أو انحراف وتيرة أو التهاب جيوب. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن موضوع ثاني. في كثير من الأشخاص بيركبوا فينير مشان ابتسامتهم تصير أحلى، بس هذا الشيء عم بيأثر على اللثة، اللثة عم تصير لونها مثلا إما على أزرق أو دائما بتحسها ملتهبة، منتفخة اللثة وبتلاقي مثل كأنه دم طالع من اللثة. خلينا نحكي شو المشكلة بتكون هون؟ هلا مو بس الفينير، سواء كان فينير أو كان حشوة أو كان تاج عادي، اي ماده جديده بتفوت على التم بعلاقه مع اللثه اذا ما كان انهائها مع الجذر بشكل صحيح 100% حتتعرف عليها اللثه انه هي جسم غريب. تمام. يعني مثل واحد عم بياكل وعلقت مثلا حبه بوشار تحت اللثه، هي مثل الفينيره او مثل الحشوه اللي فايته بطريقه غلط تحت اللثه. تمام. حتتعرف عليها اللثه جسم غريب، حتلتهب، حيغمق لونها، حيصير عند اللمس نزف. هون الشغلة بتكون شغلة تكنيشن، يعني شغلة تقنية بين الطبيب والمخبر، أنه أقدر أنا بتحضير السن سواء ده يستقبل حشوة أو مثل ما ذكرنا تاج أو فينير أعطيه حواف واضحة ليقدر يوقف عندها، مشان اللثة تتعرف على هالجسم الأجنبي إذا سميناه إجا جديد عليها أنه هو جسم صحي وليس جسم ضار. طبعاً دكتور، بنشوف كثير من الاشخاص يعني مثل ما قالت سمر حصلوا على الابتسامه الحلوه والاسنان اللي لونهم حلو، الفخ يلي بيوقعوا فيه اغلب هدول الاشخاص دكتور انه بيبطلوا يهتموا بنظافه الاسنان بحجه انه هن بيض، فهذا الشيء قد ايه غلط؟ والشخص يمكن يلي عامل فينير او حتى مو عامل، شو هي الطريقه الصحيحه؟ كنا نعرف الفرشايه، بس شو هي الطريقه الصح، عدد المرات يمكن اللي بيقدر يهتم فيها باسنانه، شو الفرق حتى بين الانسان يلي عامل فينير او الشخص اللي ما نو عامل؟ هلا بالنهايه انا بس بدي اهتم باسناني، ما بهمني بس لونهم. تمام. انا بهمني الصحه الفمويه. اكيد الصحه الفمويه هي الاسنان، اللثه، باطن الخد، واللسان. يعني هدول الاربعه بدهم يكونوا مجتمعين بطريق واحد بالتنظيف. يعني انا اذا بدي يهمني بس اللون خلص بركب فينير وكل سنتين ثلاثه لفرشي تماما سنان. هذا الحكي. هلا هذا اللي عم توقع فيه اغلب العالم. نحن كمان سبق وحكينا بحلقات قديمه، العنايه الفمويه تشمل التفريش 3 مرات باليوم، كل مره اقل شيء 4 دقائق، وبنختار معجون الاسنان اللي بيناسبنا بنصيحه الطبيب. يعني اللثه النازفه بدها معجون اسنان فيه كلور هيكسيدين، الاسنان اللي فيها لمعه بدها معجون اسنان فيه نترات البوتاسيوم او فلور الصوديوم. التركيب الكيميائي تبع المعجون بيلعب دور كبير. هلا في معاجين جديده نازله فيها جزيئات فحم. حاطين جزيئات فحم مع فلور الصوديوم، يعني تقدر تعطيني لون حلو وبنفس الوقت تقاوم الحساسيه، او تعطيني لون حلو بحطوا لك كلور هيكسيدين تقاوم نزيف اللثه. النقطة الثانية هي الخيط بين السني، التفريش ما بكفي، كمان بدنا نستخدم الخيط أقل شيء مرة بالنهار قبل النوم. المضامد الفموية ما تكون بصورة مستمرة، لانه الالوان اللي فيها بتعمل تصبغ خارجي بالاسنان، يعني في مضامد لونها اخضر، في مضامد لونها زهر. طيب. هاي الفتره الزمنيه الطويله باستخدامها بتعمل لي تلون خارجي او تصبغ خارجي بالاسنان. ومثل ما حكينا زياره دوريه للطبيب، يعني كل 6 شهور نحن بنقدر نعطي مرضانا نقاط يعتمدوا عليها، بس مو انه يلغوا الطبيب من حياتهم. يعني هلا اللثه الطبيعيه هي لثه لونها زهر، طيب بس تصير لستك حمراء او منتبجه او يعني انا عندي مؤشر في مشك على وجود حتى ما عاد ننام الليل تماما او حتى ننوجع. الفكره انه لازم تكون الزياره الدوريه ضروريه اقل شيء كل 6 شهور. تمام. لمراجعه الطبيب. هلا نحن بالحفره الفمويه في جراثيم بتعيش معنا نستفيد منها وتستفيد مننا بنفس الوقت، اسمها الفلورا الفمويه. هي بتكون على توازن بالتم. هلا بس انا تخف عنايتي قويت هالجراثيم. تمام. صارت فوعتها عاليه. في احتمال تفوت عن طريق اللثه. يعني احنا براجعنا مرضى مثلا بيكتب على الاضباره تبعه انه عنده امراض نزفيه، امراض قلبيه، مركب شبكه، او عنده التهاب الصمام. هون الخوف عنا نحن قبل ما نشتغل للمريض نعمل استشاره قلبيه. الاستشاره القلبيه جدا مهمه لمريض القلب عن طبيب الاسنان، لانه هي الفلورا الفمويه اذا كانت فوعتها عاليه بتفوت عن طريق اللثه، بتعمل التهاب بشغاف القلب، بتعمل صدمه انتانيه، بجوز تؤدي للموت ببعض الحالات. يعني بجوز نحن نعطيه كبروتوكول طبي
2 جرام مثلا اوغمانتين قبل بساعه. بقول لك المريض لا دكتور الله الحامي يشتغل لي، لك اخي والله الله الحامي بكل شيء، بس في بروتوكول طبي، انا لازم سيطر على هالجراثيم اللي عايشه بطبيعتها معي عشان ما يضر المريض. تمام، انت عندك وضع صحي معين، انت مثلا مركب شبكه، انت بتاخذ مميعات، عندك امراض قلبيه، نحن ما بنقدر نتجاوز طبيب القلبيه تبعك، يعني هو اخبر بحالتك مني. اكيد. وهون بنفضل تكون الاستشاره خطيه. نبعث نحن لطبيب القلبية استشارة خطية ينصحنا شو الدواء اللي نعطيه، المسكنات، مضادات الالتهاب قبل وبعد، وفترة إيقاف المميع. وأنا بستلم من طبيبه كمان ورقة خطية. بتضل هالورقة الخطية موجودة بالإضبارة تبع المريض كل الوقت، يعني هي حماية للمريض وحماية للطبيب بنفس أكيد. الوقت. دكتور هديك المرة أنا رحت عند دكتور قال لي بدك يعني 4 أسنان بدهم سحب عصب، ما مشي الحال ورحت عند دكتور تاني قال لي ما في عندك انه اسنانك ممتازين، ما في عندك ابدا، يعني ما لنا مضطرين نسحب عصب ابدا. طيب امتى المريض بحس انه ضروري سحب العصب، وامتى انه بيكون انه ما له بعازه لا يسحب عصب ولا يقرب على اسنانه برايك؟ شو هي مشكله سحب العصب؟ هلا السن الطبيعي انا على طول بحكي اياه هو احسن من احسن شيء صناعي بده يفوت على التم. تمام. سواء كان زرع ولا كان حشوه ولا كان فينير ولا زيركون ولا اي شيء، السن الطبيعي هذا انا خلقان معي من عمري 6 سنين ل 12 سنه وحيعيش معي اذا بدير بالي عليه. عندي هلا كشغله سحب عصب، سحب العصب لازم يتم بايد دكتور اخصائي بمعالجه الاقنيه حصرا. يعني هي الطرق القديمه حط زرنيخ وروح تعب بعد اسبوع، حتى طرق الحشي، طرق التعقيم كلياتها تطورت. هلا بالنسبه لسؤالك انه رحتي عند طبيب قال لك بده سحب عصب، حولك على اخصائي عصب قال لك لا ما بده سحب. لا رحت على دكتور ثاني مو حولني. رحتي على طبيب ثاني قال لك لا انت اسنانك ممتازين ما بده. انا مع دكتورك الثاني. تمام، بس قصدي شو المشكله يعني؟ المشكله هي مشكله تشخيص. طيب ليش بس يسحبوا العصب بيصير السن لونه اسود؟ شو المشكله؟ هلا في دكاتره بدها تهرب، مثلا انا بدي لبس لك سن، بدي خلي العمر كله ما يلمع عليكي، لو عصبه عايش بقول لك روحي اسحبي عصبه وتعي، هذا خطا. السن اللي فيه عصب هو انسان بكامل حيويته، والسن المسحوب عصب هو عباره عن مومياء. مومياء محنطه، فقد يعني لا عاد حس ببروده، لا عاد حس بسخونه. يمكن هو معرض اكثر من السن السليم للانكسار وللمشاكل، مثلا الكسر الطولي، النخوري اللي تحت التلبيسات اللي بتمرق. بالنهايه المحافظه على عصب السن هي افضل شيء انا بقدر اقدم لك اياه. تمام. افضل شيء، يعني انا بقدر بعوضك عن كل شيء بسنانك الا العصب. أيوة. سن النخر بشيل النخر بحط حشوه، انكسر بحط تلبيسه، بس سن انسحب عصبه انا ما فيني احط لك عصب له. العصب الوحيد اللي بيتم التداخل عليه بجسم الانسان كله هو عصب السن. يعني الواحد بس يصير عنده التهاب بعصب اذنه مثلا، ما بيسحب عصب اذنه، بياخذ ادويه ليعالج مشكلته. أكيد. نفس الشيء العصب البصري، العصب الشمي، الذوقي، التنفسي. اخر علاج ممكن يكون العصب الوحيد اللي بيتم التداخل عليه بكل جسم الانسان واستئصاله هو عصب السن. انا بنصح كل مرضاي وبنصح كل المرضى اللي عم تسمعنا والمشاهدين هلا، لا تتداخلوا على قناه عصب سن الا عند دكتور اخصائي. تغير لون السن ناتج عن استخدام مواد ما لازم تستخدم جوا السن. ايوه، مثل الزرنيخ، مثل حشوات الريزين القديمه، هي كلياتها بتنحل وبتفوت بالعاج. بالنهايه العاج مثل الاسفنجه له اقنيه بيمتص الالوان اللي جوا. انا بشبه لك اياها بصوره ابسط بكثير. مثلا واحد اخذ دواء كان ينوصف من زمان اسمه التتراسيكلين. التتراسيكلين مرق بالدم مثلا يعالج التهاب معين بجسمه. اجى بعد فتره شاف اسنانه صاروا عرمادي. طيب ليش انصبغوا؟ انصبغوا لانه الدم اللي انتقل بكل جسمه وصل للسن. ايوه. الاقنيه العاجيه سحبت التتراسيكلين الموجود بالدم وشربتها. ما عاد يتغير لونه. بنلاقي كثير عالم لون اسنان رمادي او عنده خط رمادي، او حتى اللي بياخذوا ادويه حديد بصير كمان ادويه الحديد، الجرعه الزايده من الفلور، هي كلياتها عن طريق الانتقال الدموي. طيب في لها علاج للمشكله للسحب عصب وصار لونه اسود، ممكن يرجع لون السن طبيعي ولا لا بالختام دكتور؟ هلا انا عندي شيء اسمه التبييض الداخلي. عرفتي شو الفكره؟ انا هون متى ما السن تموت أيه. وتغير لونه، نحن بنقول تموت يعني انسحب عصبه وانحشى، تغير لونه، انا بلجا لشيء اسمه التبييض الداخلي، يعني انا كل شيء ضمن تاج السن بفضيه، سواء حشوه بيضاء او حشوه عصب او اي شيء، بنزل بحشوه العصب لتحت مستوى اللثه، بحط ماده عازله وبحط ماده مبيضه داخليا، هالماده المبيضه الداخليا بتقدر تسحب هالملونات هي وبيبيض السن،
بس هي حالة ناكسة، يعني حترجع تغمق بعد 6 شهور لسنة. تمام. يعني دكتور لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى الصحه والسلامه اكيد للجميع، وبنعيد وبنكرر طبعا زياره دوريه لطبيب الاسنان، بناخذ التعليمات منه، ومثل ما حكيت كمان دكتور معجون الاسنان يلي بيناسب كل نوع من الاسنان حتى لو ما كان المرض مرافقه. وشكرا لك دكتور. شكرا لك. شكرا لك دكتور، شكرا لمعلوماتك الكريمه. شكرا لك.